وكلام الجميع، الشخصية القيادية سواء في الوسط الرياضي أو في أي مجال أو ربما السفينة، وبنشوف قيادات حتى عندنا قيادات أعلى من الرياضة إذا في قرار يتراجعوا للمصلحة العامة أو كذا. اليوم معالي المستشار بكل أمانة يعني بيتابع البرامج وبيتابع ردود الفعل وما شاء الله، وهذه يعني هذه تزيد من قدره ولا تنقص من قدره، انه اليوم وكانه بهذه التغريده سميها التغريده الذهبيه مو الاخيره اللي قبلها، وكانه شال حبر كبير على اتحاد الكره وعلى المرداسي. انا اللي بقول للمرداسي اليوم خلينا نحط احتماليه قائد مباراه الاهلي والهلال بنجاح باهر. اشبهها، انا احب الامثال ده، زي ما الواحد اخذ الدكتوراه وبعدها بشهر اخذ الثانويه العامه. يعني هيقولوا والله هذا يعني طب انت دكتوراه خلاص وصلت للعالميه، مباراه الاهلي والهلال حتى لو نجحت فيها لن تضيف لك شيء. اعتقد اليوم معالي المستشار بذكاء الاداري المحنك رمى الكره بكامل محيطها في مرمى الناديين. اعتقد ممكن الليله معالي المستشار من خلال تواصله حتى لو هاتفيا مع رئيس الاهلي او مع رئيس الهلال وياخذوا، وانا عندي احساس يمكن الليله او بكره الصباح يحسم الامر قراره. قال كلاهما او واحد يعني اعتقد والله لو الناديين وافقوا قالوا ما عندنا مانع المرداسي يحكم الساعه المباركه ويصير ذيك الساعه ما عاد يحتاج ولا شيء. لكن اليوم اللي يقولوا الاعلام ترى هذا القرار، ويمكن الشباب هذا قرار معالي المستشار نفسه وكانه هو الان استرجع تصريحه الاول. نعم. لما قال جميع مباريات الدوري كلها على حساب الهيئه وانا ما نبغى مشاكل وهذه ما نجي عندها مباراه. اعتقد المرداسي الان اعتقد فرحان اكثر مننا انه زال عنه هم هذه المباراه. طيب. لانه كنا احنا حريصين كلنا انه المرداسي يروح كاس العالم بمعنويات عاليه زي واحد عريس في ليله فرحه تيجي تديله خبر سيء او انه مثلا تزعله بحاجه، هو فرحان اصلا رايح. يعني لا قدر الله وارد انه يصير خطا مؤثر في مباراه الاهلي والهلال وهي جهد موسم كامل، ممكن يروح الكاس العالم بمعنويات سيئه جدا. طيب. وانا اذكر بمباراه 2002 اللي رحنا فيها كاس العالم لما سووا النهائي وصارت في مشكله ابو زنده بين الاتحاد والهلال في جدة، المشكلة معروفة انعكست على المنتخب السعودي. نعم. في 2002. طيب أحمد الشمراني.